بكم اني سكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعاده لي طوندونس كل تلقاو معايا نهار الجمعه في البيئين. بيئين بيئين اليوم راح نحكيكم على موضه جديده. بون هي مش جديده برشا اما طو زادوا هكا عملوا لها شويه فحات وشويه فازات انا نحبها على الاخر اما الاكثريه ينوز با باش يعملوها ينوز با باش يلبسوا الستيل هذاك نتاع اللبسات اما انا باش ننقدكم بهم شتي سنة قدره ربي عولت منهم الكلاس هذوما. اليوم باش نحكيو على الكلاسه الفاشن اللي متبعين الموضه فما انواع نتاع كلاسه فريمون واو شبيك فتحي كيفاش كيفاش فاشن وصفهم منا واش نبدا نحكي لكم عليهم اي سيدكم هذوما كلاسة فما منهم اللي يبدا اني خاطرين ما في كلاسة تتخبى اذا لبست لا هذا كلاسة اللي يظهر لازم يظهر اي دونك تلقى منهم الانيق على الاخر وتلقى منهم اللي فتحيه بالحق اجتاحوا موضه 2019 بقوه دو تيل فاسون ولاو اقوى الماركات العالميه يبيعوا فيهم باسوام خياليه معناها لو فيت اللي انت طرطوشت الكلاسيطه نتاعك تبدا طالعه هكا من فوق من صباتك وتبدا تبدا ظاهره من تحت السروال ولا من تبدا لابسه الجوب ولا اي حاجه تبدا فيها لامارك هذاك انت فاشينيستر يعني باهي باش نبداو الكلاسة المنقوشين اللي هي فما منهم الشفاف وفما منهم المطبوع معناها لامبريمي والسنه خرجوا برشا في ساحه الازياء بالحق بتصويره ياسر مزيانه وجريئه ومختلفه دونك فما اللي يشبوا معناها كلاس يبدو فيهم كل تاتواج يبداو معناها هما ترونسبارون اما فيهم دي تاتواج دو تيل فاسون كي تلبسهم على ساقيك وتلبس معاهم جوب قصيره وبوت قصير اما الكلسيطه طالعه حتكشي للركبه فيها لي تاتواج دونك انا ساقك تاتوي اما هي كلاست هي معناها كيما الكولون اما جوست كلاس صحيت هما كلاس وفما منهم برشا انواع اخرين مش نحكيو على الكلاس المشبكين اللي كيما كيما الشبكه نتاع اللي نصطادوا بها وهذيك تتلبس ياسر مع لي شوسور كلاسيك معناها نجمو نلبسوا سابات بلا اما يكون هو هكا فيرني مزيان ان بو بوزي ومعاه كلاس عاليين مشبكين ومعاهم جوب معناها كولون فوق كولون فوال فوق كلاس مشبكين معاهم جوب معاهم الصباط هذاك ياسر واو ياسر فاشن تنجم تلبس هكاك بيان سور باش نلبس هكاك لا انا نلبس انا نلبسهم افيك بليزيغ زاده ما لا نتصورك تعملها زاده العامله تلبسهم فوالا سينون فما كيما حكيت لكم الكلاس الامبريمي اللي فيهم لي رسومات معني ما نعرفش فيهم جران فيهم برشا انواع انا اللي لقيت منهم من السنة خذيت اللي فيهم عينين كبار وخذيت اللي فيهم دي بيتزا لا انا لين فيهم دي مخصو دو بيتزا دونك جوست نكمل نسقلها لبستها وطو نلبسهم لكم كلاس البيتزا ومكتوب عليهم ميام ميام زيد نزيدك زياده معني هذوما طالعين على الاخر طوندونس السنة فما اللي طوش نبداو نحكيو على التقام اللي هما الكلاسيت اللي يبيعوا فيهم لوي فيتون والجوتشي وذوكم كل اللي هما مرصعين باللي ديامون كلاس دونك الأوم تاعهم يبدا مرصع ويبداو اون 3 دي حاجه ياسر مزيانه حاجه ياسر جريئه يلبسوها كان بيان سور معناها لي فاشونيستا العالميين على خاطر بالحق يستحقوا برشا فلوس الفاشونيستا العالميين باش يلبسوا كولون ولا كلاس بالذهب ولا بالديامون شنو اللي زاد لهم معناها سامحني شو قول لي فتحية انت فين والحب فين يا فتحية هما كي جا نقول فتحية ما يزيد لهم حتى شيء حتى انا كي باش نلبسها راهو تبدا تقول لهم راهو بالديامون لا ما عندهم ظاهرين من غير ما تهسيق هما يبداو يعيطوا يا بابا يامي ديجا بوخت كوا اي بي والله ليه معناها هذا زيت ليه ما هو جاي زي توندونس معناها انت تحب ولا تكره انت ما تحبش الشيء هذا فما برشا ناس يتبعوه ويحبوه معناها ماناش اوبليجي لازم نتبعوه لوسطك انت نجم انت تعمل اكسسوار مزيان في الكلاس مش يوصل الديامون علاش الديامون نزيدك اقوى علاش ريتها انت اللي نسبحوا بها كل منقيله اللي تتركب في الصبع ونقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بها شبه هذيك طلعوا منها بالشواروفسكي والديامون
باهي معناها انت معناها شنو ربي نزيد كزيادة لا لا نزيد اكثر كي تبدا يقبل الله اعلمك يا ربي يعرف نزيد كزيادة اخرى مشيت مرة فواياج فما سويغية حاطين دي سوسيت نتاع صغار لي سوسيت اللي نتاع ولاد وبنات ديجا نذكر وريتك التصوير انا ولا مش انت وريتك نعرفش شكون وريتها التصوير المهم السوسيت اليد اللي تتشد منها السوسيت بالذهب ذوق 24 ودايره باللي ديامون عادين المره وهابطين عليها شوفي في فيديو في لبنان شركه في لبنان شوينغو بالذهب فوالا شوينغو بالذهب وي شوينغو بالذهب وقال لك الستوك نتاعو الكل خرج على خاطر العبيد ياسر مقبله على المنتو شوينغو بالذهب لا هذه انا كونت ما نبغاها نطيشها ولا نبت بها ولا ولا نلصقها في شعري ونحطها اكسسوار شو نعمل بالضبط حاجه مبالغه ياسر ما لا شوينغوم مبالغ كلاس مش مبالغ لا حتى كلاس بالديامون مبالغ مبالغ انا كان يتيح لي انه اللي معناها لبس عليا برشا مش يتيح لي لبس عليا برشا نشري منه مثلا الكلاس كان لازم نحطه بوني فوق راسي عادي معناها ما يقلقنيش نحطهم في حاجه نسكر عليهم ممكن نولي عندي برشا برشا فلوس نولي نصفي بهم زقوق في المولد معناها عادي ما يقلقنيش الكلاس الفوال ما حاجتنا بالفوال ربي يرحم سينو واش نتعدي للكلاس الدونتيل انا ما بلاش فلوس بتاعي الدونتيل مش لازم بلاس فلوس مش لازم ديما لا هكا لا هكا حسينو ان شاء الله ربي يعطيني على قد قلبي ان شاء الله ربي يجي النهار نبدا نفيس قدام فتحين تعدى بعضي ونزاك الزرين قلنا كلاس بالدياما اسمع ربي راك شفت تعمل كلاس بالدياما مش يساندك والله نقعد عبره لمن يعتبر حسين المهم به اللي بالدونتيل نجموا نلبسوا منهم القصار والا الطوال مع لي بوت كيما تحبوا انتم مزيانين برشا وفيهم برشا الوان فيهم اللي فيهم معناها الانواع لي دونتيل الكل جوست هكا باش نعطيكم شويه نصائح للجماعه اللي تحب تتانق هذا العام بالكلاس اللي كنت نحكي عليهم انا اول حاجه لازمك باش تلبس مثلا حاجه من الحاجات اللي انا قلت عليها لازمك تتبع لها لوكها كامل باش تلبس اكل يبداو سبور معناها فيهم لي ديزاين حكيت عليهم انا يبداو هكا عاطين على الصوف راك لازمك بكلك سبور وفاشن وفاشن فاشن اش تلبس الدونتيل والجماعه الاخرى لازمك تكون بوزي ما تديش تهز في ستيل تلصق فيه في ستيل ما يجيش هذه النصيحه الاولانيه به المناسبه المناسبة مهمة برشا يا أختي لازمك كل معناها كلاس تلبسهم لازمهم يتناسبوا مع الإطلالات الرسمية وإلا المشي تخدم مشي تقرأ أنت والمناسبة اللي مشيت لها ورد بالك تتعمد أنك تلبس أنت مثلا مش تلبس كلاسة مشكشكي رد بالك تلبس معهم قطعة أخرى مشكشكا لازمك تكلك كلك في الأوني باش يكونوا هما القطعة البارزة لهذا العام وإن شاء الله يا رب يكونوا وفقت إني أنا وصلت لكم لموضة إن شاء الله ربي ينوب عليك بكلاس ديامون آمين يا ربي ريت كان ربي ينوب عليا بكلاس ديامون أول حاجة ساعة نحيهم ديامونتا ديامونتا كلاس هذوك ونبيعهم نبيع الديامونتات خاطر مستحيل نحطهم في سقايا حاجة أخرى مخيف والله لا نحطهم في سقايا أول حاجة ساعة ما زلت في باب داري براكيوني هذوك كان يسمعوا بيا لبست كلاس بالديامون يهزوني بكلي أنا والكلاس كل عادة نحيهم الديامونتات ونبيعهم يا أختي ونستنفع بهم مش كان راضي ربي هذه بإيدي اليوم.